بسم الله الرحمن الرحيم. يخلد الاتحاد المغربي للشغل العيد الشغل العيد الأممي، وبهذه المناسبة أريد أن أتقدم باسم الاتحاد المغربي للشغل بأصدق المتمنيات لعموم الأجراء. الاتحاد المغربي للشغل يحتفي هذه السنة بالعيد العمالي بميزة خاصة. أولا، نحتفل ولأول مرة في القرقرات، ننظم استعراضات عمالية، ننظم مسيرات، نقوم ونرفع شعارات، وكل هذا لتثبيت أن الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من التراب الوطني. فالميزة الثانية، كما تعلمون كنا في حوار مع السيد رئيس الحكومة منذ 25 مارس من أجل المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء، وبعد مفاوضات عسيرة، أقولها وأؤكدها عسيرة، لأن الحكومة تريد أن تسن في هذا الحوار مقاربات اقتصادية وتوازنات مالية، ونحن نريد أن يكون هذا الحوار مبني على التوازنات الاجتماعية. فحتى ساعة متأخرة من الليل يوم الأحد عشية التوقيع، بقينا ساعات متأخرة من الليل من أجل صياغة اتفاق اجتماعي. هذا الاتفاق نعتبره لا يرقى إلى طموح الطبقة العاملة المغربية، ولكن في العمل النقابي فهو مرحلة من المراحل في النضال. وانتزعنا بفضل الله وقوته زيادة عامة في الأجور ديال 1000 درهم للقطاع الخاص، للقطاع العام عفوا، للجماعات الترابية، ولم يكن سهلا باش نمدوا هذا الشيء للجماعات الترابية، ثم إلى المؤسسات العمومية، على الأمل بالنسبة للقطاع الخاص أن تفتح مفاوضات قطاعية من أجل الوصول إلى اتفاقيات واتفاقات جماعية واجتماعية. ثم رفعنا من الحد الأدنى للأجر ديال 10%، وهذه النقطة أربكت وأغضبت اتحاد أرباب العمل السجوام، لأنهم يتضرعون بكلفة العمل، وأنهم قاموا بزيادة في سنة 2022، وبالتالي كان الوفد يترافع ديال الاتحاد من أجل الوصول إلى زيادة ديال 10%، 5% ابتداء من فاتح يناير، ثم الزيادة الثانية السنة التي تلي. ولكن بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل يكبر أكبر مطلب حققناه، وهو التخفيض الضريبي عن الأجور اللي كنا كنخلصوها الأجراء بنسبة عالية، وكان الدخل ديال الأجراء يضرب، وكنا كنخلصوها عالية بالنسبة للقياس مع فئات مهنية أخرى لا أريد باش نذكرها. ف بدون الخوض في التفاصيل، هذه الزيادة تتراوح تمشي حتى 740 درهم صافية في الشهر، وهذا مكسب، وغندخل حيز التطبيق مع قانون المالية ديال 2025 إلى طموحات الطبقة العاملة والاتحاد المغربي للشغل. ولكن حينما تسمع الحكومة وخاصة الوزير ديال الاقتصاد ديال الميزانية ووزيرة الاقتصاد والمالية يتباكون أن الميزانية لها عجز وأن، ولكن إحنا بقينا صامدين. بالطبع لا ترقى إلى المستوى اللي خصو يكون بالقياس مع غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية وتآكل الأجور. ففي العمل النقابي فهي استراتيجية، هل نقول لهم لا وتبقى حال الحال على حالها؟ في العمل النقابي
نطالب نتفاوض ننتزع والنضال مستمر. من قال لك من هنا سبتمبر غادي نديروا صياغه ديال ملف طلبي اخر للمطالبه بالزياده في الاجور. تفق معايا؟ يلا. الور في التقاعد قلت لك بغاو يديروا لنا داك ما نسميه بالمثلث الملعون لو تريونغ المودي، الزياده في سن التقاعد الى 65 سنه، تخفيض المعاشات، ثم الزياده في الاشتراكات. فرفضنا رفضا باتا، بل هددنا بعدم التوقيع على هذا البروتوكول اتفاق الى الحكومه ادخلت هذه النقاط. فالاتحاد المغربي للشغل يقول لا للزياده في سن التقاعد، لا لتخفيض المعاشات ولا للرفع من الاشتراكات. يجب باش يلقى الحكومه اذا كان عجز في الصنادق، ونحن نقول ان ليس هناك عجز، كاين تهويل من طرف الصنادق من اجل باش ياخذوا الخدامه ليكوتيزاسيون. نقول لهم مشكل حكامه اللي كاين في الصنادق، سي ان بروبليم دو غوفيرنونس. فما داروش هذا الشيء، دوينا على المبادئ العامه، ثم موعدنا في سبتمبر ان شاء الله اللي غادي نسقلوا القوة الترافعية ديالنا، ولنا اليقين أننا سننتصر لأن نحن أصحاب حق. المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.